للحديث حول هذه الحملة، حملة معا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني. أهلا بك أستاذة نورة إلى نشرة النهار. ما هي هذه الحملة وماذا تعني؟ يا أهلا وسهلا، حياكم الله قناة الإخبارية. بالنسبة للحملة، هي حملة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اللي أطلقها معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان يوم أمس. هذه الحملة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص اللي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن يكون تاريخه 30 جولاي من كل سنة. ويمثل هذا القرار إعلانا عالميا بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة الضحايا وتعزيز حقوقهم أيضا وتوفير الحماية لهم. وبشكل عام تعتبر الأيام الدولية هي مناسبات لتثقيف عامة الناس حول القضايا ذات الأهمية ولتعبئة أيضا الموارد والإرادة السياسية لمعالجة المشاكل العالمية والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها. ويعطي كل يوم دولي فرصة للعديد من الجهات الفاعلة لتنظيم الأنشطة المتعلقة بموضوع ذلك اليوم. هي الأهداف من خلال هذه الحملة يعني أستاذة نورة، خصوصا أنه هناك قد من يجهل خطورة هذا الأمر وخطورة هذا الملف. الأهداف من هذه الحملة متعددة، أولها التعريف بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. هذه اللجنة مشكلة بقرار مجلس الوزراء وممثلة من 7 جهات حكومية يقع على عاتقها محاربة هذه الجريمة. طبعا هذه الجهات اللي هي وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أيضا، النيابة العامة، وزارة الإعلام، أيضا هيئة حقوق الإنسان. ويرأس هذه اللجنة معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد. أيضا من أهداف هذه الحملة رفع الوعي لدى المجتمع وإبراز جهود المملكة في مكافحة هذه الجريمة بشكل خاص، أيضا إيصال رسائل توعوية لكل من أصحاب العمل والعاملين بالحقوق والواجبات المفروضة على كل الأطراف، ونشر مؤشرات الاتجار بالأشخاص لتوعية المواطنين والمقيمين، وأيضا نشر طريق وطرق الإبلاغ عن هذه الجريمة وكيفية التعرف عليها، ونشر صور هذه الجريمة أيضا، وتعريف المجتمع بدوره المهم بمكافحة هذه الجريمة، وإيصال أيضا رسائل إنسانية بشاعة وعظم هذه الجريمة اللي تمتهن كرامة الإنسان. نعم صحيح، شكرا جزيلا لك أستاذة نورة الحقباني المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف في نشرة النهار.